السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت المهمة صعبة قليلا بعد كلمة السيدة توكل الكرمان، زادها الصديق الشاعر أحمد الشلفي صعوبة، وبالتالي أرجو أن تعذروا محاولتي هذه البسيطة. بداية أرحب بجميع الحاضرين باسمي وباسم جميع الزملاء العاملين في قناة بلقيس، بالفنان الكبير أيوب طارش وبجميع ضيوفنا الكرام كلا بصفته واسمه. أيوب طارش الحديث عنه صعب، خاصة من شخص يعتبر نفسه أحد مريديه. أنا من تتلمذوا على يد الفنان الكبير أيوب طارش، عرفته صغيرا في قريتي في أطراف مديرية عبس، عندما كان الناس يعني يجلسون حول المذياع ويسمعون لأغاني أيوب طارش. في صوته اجتمع اليمن وتوحدت أفئدة اليمنيين، ورسمت ألحانه صورة الإنسان اليمني بشكل استثنائي، كعاشق لأرضه وبلاده وفي لها، مهما جنحت أرياشه يعود إليها ويعاوده الحنين فيرجع لحوله فيسقيه. أيوب الفنان الذي نشأنا على صوته وتلمست قلوبنا الحب على أنغام ألحانه، فكان بحق ضوء الحب وشبابة الحياة على يديه. ليس مجرد فنان، بل هو شاعر وملحن وموسيقار ومدرسة فنية متكاملة، وقبل ذلك هو شخص ممتلئ بالإنسانية والجمال ومدرسة في الحب والتواضع الحقيقي. عاش أيوب حياة صعبة جدا، حفر خلالها اسمه في الصخر. منذ الصغر كان يعمل، عمل راعيا، وله قصص كبيرة مع أغنامه التي كان يتركها ويذهب ليغني أو يعزف. استمر كذلك طويلا، وعرف كشخص أو كفنان عصامي، لم يعتمد على أحد، ولم يكن في يوم من الأيام مغنيا أو فنانا لسلطة أو لمسؤول، وبالتالي نأى بنفسه كثيرا عن هذه لم يجني أيوب أي أموال من فنه، لكنه جنى حب الجماهير وإخلاصهم ووفاءهم له. ليس له بيت، لكن قلوب اليمنيين جميعا هي بيوته. من يقترب منه يدرك كم هو عظيم وكم هو استثنائي وكم هو كبير كحجم اليمن الكبير. الموسيقار أيوب طارش عبسي اسم عصي على النسيان في تاريخ الأغنية اليمنية، ورقم صعب يصعب تجاوزه. صنع لونا غنائيا خاصا به، صنع اللون التعزي، وقبل أيوب لم يكن هناك فن، وبعد أيوب لا أعتقد أن هناك فن سيأتي أو من يستطيع أن يسد ما قام به أيوب. الفن السهل الممتنع، واللحن العذب، والكلمات المختارة بعناية من شعراء ملهمين، تلك خلاصة أكثر من نصف قرن أثمرت عنه عشرات الأغاني العاطفية والسياسية والصوفية، وتلك المخصصة للأرض والحصاد والحنين والشغف اللامتناهي بمواطن الجمال. أي ثراء وأي تراث صنعه أيوب وأهداه لنا وللأجيال القادمة، وأي تخليد أكثر من أن تكون ألحانه حاضرة في صباحات اليمنيين ومقايلهم، وخير رفيق في سفرهم وترحالهم. أي نهر هذا الذي يتدفق بعذوبة من صوتك وإحساسك الصادق الممتلئ بالعواطف والشجن والحزن النبيل؟ أي صبر تمتلكه يا قامتنا الفنية وأنت تستمر في العطاء بلا حدود؟ وأي شموخ ذلك الذي تحيل فيه انكساراتنا لانتصارات؟ لو كنت طبيبا لعالجت أرواح اليمنيين بصوت أيوب، ولوصفت أغانيه بدلاً ولوصفت أغانيه بدلاً عن الأدوية. جربوا التداوي بألحانه ونظفوا أرواحكم بالاستماع إليه. لا توجد أغنية لأيوب يمكن الاكتفاء منها، كأنها جميعها خلقت لتناسبه هو فقط، فهو ينفخ فيها من روحه وإحساسه، ولعل بساطته وإخلاصه لفنه بمثابة السحر الذي يلقيه على تلك الأغاني. كم هي فقيرة الشعوب التي لا يوجد فيها
فنان كأيوب الذي أعتبره أنا شخصيا وطني القريب الخالي من النزاعات والصراعات والعنف والكراهية. أتمنى أن تعيد الأجيال الشابة اكتشاف أيوب والاقتراب أكثر من تجربته الملهمة، وأن يصبح فنه أحد المقررات الدراسية في المناهج التعليمية. وأتمنى أن يتم تخليد أيوب بإنشاء أكاديمية فنية باسمه، وهذا جزء بسيط مما يستحقه فناننا الكبير. ختاماً لابد أن أشير إلى أننا في قناة بلقيس قمنا بشراء آخر أعمال الفنان أيوب طارش عبسي وشراء بث آخر عمل له وهو بعنوان شعارنا إنسانية بمبلغ 20,000 دولار، مع إيماننا الكبير أن أعمال الفنان أيوب طارش لا تقدر بثمن. وندعو من هنا جميع المؤسسات الإعلامية والفنية لاحترام حقوق الفنان الفكرية والمادية ووقف السطو على أعماله الفنية التي استفادوا منها ماديا ومعنويا دون أي سند قانوني. أشكر الفنان أيوب مرة أخرى، وأشكر الأستاذة توكل كرمان على هذه اللفتة، وأشكر أيضا جميع الحضور كلا باسمه، وأتمنى لفناننا الكبير طول الصحة والسلامة والعمر، وأن نراه سعيدا كما أسعدنا جميعا.